للمشاركة في القناة اضغط على زر الاشتراك ثم على الجرس لتتوصل بكل جديد، وإذا أعجبك الفيديو اضغط على الإعجاب، وشكرا. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه حلويات نجوم. اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معنا نحضروا الحلوه ديال الكورني بالكاوكاو بطريقه جد سهله وبسيطه وبمقادير جد سهله. كنتمنى تعجبكم الحلقه اليوم، والان خليكم مع الطريقه ديال التحضير. كنحتاجوا للعجين خاص بالحلويات اللي سبق لي وحضرت فيديو خاص، ان شاء الله نخلي لكم الصندوق ديال الوصف. الان كنطلق العجين ديالي رقيق، بعد ما طلقت العجين رقيق الان خصني نقطع العجين على الاشرطه يكونوا متساويين. انا صراحه كنقطعهم بهذه القطعه، هذه كتجيني سهله في الخدمه ديالها وكتخرج لي عده اشرطه. الان كيف كتشوفوا معايا يعني بطريقه جد سهله يعني كنقطع العجين. وايضا كيخرجوا لي اشرطه كيكونوا متساويين. الان كيف كتشوفوا معايا فكنحتاج الكورني، وكناخذوا الاشرطه ديال العجين. الان كنحاولوا اننا نلو العجين على الكورني على هذا الشكل هذا. ودائما كنلو العجين في نصف العجين الثاني باش الكورني ما كيتكسرش معنا، وكنبقى مستمرة على الطريقة هذه حتى كنكمل الكورني اللي عندي. في الاخر كنقطع العجين وكنحاول هذا نثبته مزيان وكنحصلوا على الكورني على هذا الشكل هذا. والان مباشرة كنعملهم في اللاطة اللي يدخلوا الفرن. الان كنبقى مستمرة حتى كنكمل العجين اللي باقي. كتشوفوا معايا من بعد ما كملت الكورني ديالي لهذا الشكل هذا، مباشره كندخلهم الفرن على درجه الحراره 150 درجه. بالنسبه للطياب ديالهم ما كنطيبهمش بزاف يعني ما كنخليهمش حتى كيتحمروا، لان اذا تحمروا لنا فالكورني غيتكسر معنا بسهوله. والان دخلهم الفرن. الان بعد ما طاب الكورني كنخرجهم الفرن وكنخليهم حتى كيبردوا مزيان. من بعد كنزولهم الكورني كيف كتشوفوا معايا فكيزولوا بسهوله على هذا الشكل هذا. من بعد كنزولهم كاملين وكنحتفظوا بهم. فبالنسبه للتعمير ديال الكورني كنحتاج هنايا عندي 500 غرام ديال الكاوكاو محمر من بعد هرمشتو، يمكن لكم ايضا تستعملوا اللوز. عندنا هنايا 50 غرام ديال الفواكه معسله، هنا كنجمعوا بالعسل والشوكولاته الاسود، يمكن لكم الشوكولاته الاسود تعوضوا بالشوكولاته الابيض. بالنسبه للقياس فكتعملوا دائما نفس القياس، مثلا اذا عملتوا كاس ديال العسل كتعملوا كاس ديال الشوكولاته المذوب. والان خليكم مع الطريقه ديال. بالنسبه للطريقه كناخذوا الفواكه معسله وكنخلطوها مزيان مع الكاوكاو او البيان مهرمش، الان كنضيف العسل وكنضيفو الشوكولات الأسود. الآن كنخلط كل شيء مزيان. الآن كيف كتشوفوا معايا بعد ما خلط الخليط مزيان كناخدو الكورني اللي سبقنا وحضرنا، من بعد كنبداو نعمرو على الشكل هذا. كنحاولوا اننا نضغطوا عليه مزيان. بعد ما كنعمروا الكورني ديالنا على هذا الشكل هذا كنحتاجوا ايضا بالنسبه للتزيين كنحتاجوا شويه ديال الكاوكاو مهرمش وكن
عملوا على الوجه ديال الكورني على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا. كيف كتشوفوا معايا من بعد ما عمرت الكورني كيجيو على هذا الشكل هذا. ايضا انا هنايا زينتهم بالدونتيل كيف كتشوفوا معايا كيجيو رائعين. وبالنسبه للكاوكاو اذا بغيتوا تعوضوه باللوز، ايضا بالنسبه للشوكولاته اذا بغيتوا تعملوا ايضا الشوكولات الابيض كيجي رائع. كيف شفتوا معايا فالطريقه سهله وبسيطه وكتجي الحلوه كتجي رائعه. كنتمنى تكون عجبتكم الحلقه اليوم، والان خليكم على خير والسلام عليكم.